السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم: كيف أضع خطا أحمرا بيني وبين الأشرار؟ عندما نعطي فرصة لأي أحد أن يتدخل في خصوصيتنا سنندم، نعم سنندم الندم الشديد، لأن كلما كنا طيبون أكثر من اللازم إلا وسنعاني معاناة كبيرة. نعم سنعاني معاناة كبيرة، لأنهم لا يقدرون هذه الطيبة، لأنهم لا يعترفون بأن الإنسان ذا أخلاق وأنه له تربية حسنة، بل يقولون هذا ضعيف، هذا ساذج، هذا غبي. الطيبوبة في زمننا هذا يظنونها أنها سذاجة، أنها غباء، أنها ضعف. لهذا يجب علينا أن نقوي أنفسنا وأن نعاملهم بالمثل، نعم أن نتجاهلهم، أن لا نسمح في حقنا، أن لا نعطيهم الفرصة ليتجاوزون الخط الأحمر. لكل ذي حق حقه، لا أعطي أكثر مما يستحقون. كلما أعطينا للإنسان أكثر ما يستحق إلا وسيأكلنا كالذئب، نعم سيأكلنا كالذئب، لأننا طيبين. الطيبوبة يجب أن تكون الوسطية والاعتدال لكي لا نسقط في شباك الأشرار، لأن الشرير لا ينظر لك كإنسان، بل ينظر لك كحيوان يريد أن يفترسك، يريد بشتى الطرق أن يجعلك ضحية له. لهذا يجب علينا أن نتحكم بالوسطية والاعتدال، وأن نتحكم في أنفسنا، وأن نعطي قيمة لأنفسنا أكثر ما نعطيها للآخر، لأن الآخر كلما أعطيناه قيمة أكثر من قيمته إلا وسيجعلنا في الحضيض. نعم سيجعلنا في الحضيض، لأننا نحترمه وهو يجعل هذا الاحترام ضعفا، يجعل هذه الإنسانية وهذا الاحترام سذاجة، نعم يجعلها غباء. يقول هذا الطيب إنه غبي، لا يعيب الأشياء، ونحن أذكياء وأقوياء، لكن طيبتنا تغلب علينا. لهذا يجب علينا أن ننقص من هذه الطيبة، وأن نعطي بحدود وليس بلا حدود، لأن العطاء بلا حدود يعتبرونه غباء وسذاجة وضعفا. فلهذا واجب علينا أن نقوي أنفسنا، وأن نعطي قيمة لأنفسنا، وأن لا نجعل هذا الطرف الآخر أن نكون له فريسة أو ضحية. يجب علينا أن لا نترك له المجال لكي يتخطى الخط الأحمر، نعم لكي لا يتخطى الخط الأحمر. كلما أتحنا له الفرصة إلا وافترسنا كالذئب، إلا وجعلنا في الحضيض. الإنسان الشرير يعرف كيف يصطاد فريسته، يصطاد الطيبين لا يصطاد القاسيين، لا يصطاد منعدمين الإنسانية، لأنه لا يستطيع أن يتقرب لهم، بل يتقرب لأولئك طيبين. فالواجب علينا أن
نضع خطا أحمرا بين هؤلاء الأشرار، وأن نعرف مع من نتكلم، ولا نتكلم مع من هب ودب، ولا نعطي فرصة لمن هب ودب، لأن البشر أصبح وصار في زماننا هذا ذئب يأكل أخوه الذئب. أجل، ذئبا يأكل أخوه الذئب، وليس الطيبون فقط، بل يختار كل ضحية تأتي بين يديه. فلهذا علينا أن نغير من أنفسنا، وأن نعمل على أنفسنا لنصير إلى الاستحقاق الذاتي، لنصير أن نحقق استحقاقا ذاتي، أن نعطي قيمة لأنفسنا قبل كل واحد، لكي لا نسقط في شباك الذئاب البشرية. في زماننا هذا كثرت الثعالب والذئاب البشرية، ويعتبرون طيبتنا مجرد ضعفا وسذاجة، فيجب علينا أن نغير من أنفسنا، وأن نعامل الآخر مثل معاملته، لا نرضخ ولا نحني رأسنا إلا لخالقنا ورازقنا. فالطيبة صارت في زمننا هذا لعبة يلعب بها الوقحين. هيا بنا أن لا نترك المجال لهؤلاء الوقحين أن يدخلوا في خصوصياتنا وفي حياتنا، وأن يتجرأوا علينا. كلما تنازلنا فالكون كله سيتنازل علينا، لهذا لا نتنازل ولا نتواضع إلا ليستحق تواضع. أما كلما تواضعنا يعتبرونه ضعفا وذلا وسذاجة. لهذا يجب علينا أن نعرف أن لا نتواضع إلا للإنسان المحترم والإنسان القدير، ونقدر كل قدير، ونكن له الاحترام والتقدير. فالطيبة في زماننا هذا صارت ضعفا للذئاب البشرية، نعم، وسذاجة للذئاب البشرية. فيجب علينا أن نعمل بطريق التغيير، أن نغير أنفسنا إلى الأحسن، وأن لا نعيش طول عمرنا طيبين، لأن الطيبة في زمن الذئاب البشرية صفة ليست بحميدة، بل تعود علينا بالضرر، ونعيش في معاناة وآلام لا يحس بها إلا الله. فلهذا واجب علينا أن نغير أنفسنا، وأن لا نترك أنفسنا إلى الأبد طيبون. لا بد لنا من التغيير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبلوا فائق احترامي وتقديري، تحياتي بلا ضفاف، أحبكم في الله.